سي محمد واش التاريخ ديال العريش من ظلم؟ واش ظلمونا؟ ظلموا هذا العريش، هذه التاريخ ديالها ظلموه، ظلموا التاريخ ديال العريش، التاريخ ديالها مظلوم، مظلوم هذه المدينه، التاريخ ديالها ما كيعرفوش الناس. انا دابا مع هذا كان الاستعمار الاوروبي عندنا، مشى الاستعمار الاوروبا وخايله بمن قوتنا في الجنوب، من طرف الشمال صافي قالوا هذا ناكلو كريه، الا ما تفهمناش كيف كانت الاستعمار. انا تخطبت ثلاثه مرات على المحاضره ديالي. وشكون اللي كيتحمل المسؤوليه في هذا التاريخ المظلوم ديال العريش؟ وحنا واش عندنا شي مسؤوليه؟ وكيفاش نحيو هذه الذاكره والتاريخ هذا باش يعرفوه الاجيال، ونقدموا للناس الاجيال اللي ما عرفش هذا التاريخ ديال العريش، بالاخص تاريخ المقاومه والتحرير وداك الشيء. انا كنت تخرب العريش، انا اول ما تكبرت بخمسه عبد الحميد وجاو كلاو انا تحركت انا الولد العريس، الدراري اللي كانوا يشهد يمشوا باش يمشوا يقراوا العسكريه في العراق، اذا اول العريس تخرجت اللي تحركت هي الاولى قبل ما تقول المقاومه. نعم، والتدريب اللي كانت كتخوضها هنا المقاومه الجزائريه، يعني الا بغيت تقول هنا بدات البوادر الاولى ديال انشاء الحركه ديال المقاومه في العريش، وهذا بزاف ديال الناس ما كيعرفوش هذا التاريخ هذا. يعني انا سمعت محمد الخامس في الخمسه على اليد الجنرال قيوم، تحركت انا في العريش وهم كانوا نعم انا قصدت المقاومه الجزائريه اللي كانت كتدرب هنايا، وانت ساهمت يعني في هذيك التدريب وداك الشيء. المقاومه الجزائريه هذيك فرانسيس وبومجي، هذو الخمسه الاحرار هم كنعرفوهم، كانوا هنايا كانوا مجالس ديال الناجحين، انا الواحد اللي كنت نعم. واش هي الرساله اللي كتوجه على المقاومه؟ هذا التاريخ واش خصنا نحيوه ولا غادي يموت ما غيعرفو حتى واحد؟ دابا خاص شي متحف ولا خاص شي الذاكره هذه نعاودوا لها اعتبار. المتحف هو التاريخ، ولكن هذا التاريخ بالدليل ديالو. ساهد مشخص جسمي. دابا انت بالنسبه للمقاومه الجزائريه اللي كانت هنا في العريش، واش كتفكر تعمل لها شي كتاب يعني وتوثقها يعني باش الناس يعرفوها؟ واش المقاومه ديال الجزائريه اللي كانت كتدربوا؟ جاو لاجئين هربانين وكانوا كيتدربوا بوصافي، كانوا كيتدربوا، ولكن كيتدربوا قائد ديالهم العسكري